وضع غير مستقر وشلل في كافة الخدمات واختفاء لجميع ملامح الحياة. هذا ما يبدو عليه المشهد في صنعاء بعد فترة عصيبة شهدت الكثير من التطورات على المستويين السياسي والعسكري، عملت على إعادة ترتيب خارطة التحالفات من جديد. شوارع خالية من المارة وخوف بالغ لدى السكان بعد مواجهات استمرت بين أنصار الحوثي وأنصار المخلوع صالح لما يقارب 4 أيام، انتهت بمقتل صالح وعدد من أنصاره وسيطرة ميليشيا الحوثي على جميع المؤسسات في صنعاء. ففي الوقت الذي يظهر فيه المشهد في العاصمة خاليا من أي شكل للدولة زيادة على ما كان عليه منذ ما يقارب 3 سنوات، أعلنت الأمم المتحدة إجلاء 13 من موظفيها العاملين في المجال الإنساني إلى جيبوتي بعد نقلهم من صنعاء. لم تكن هذه المرة الأولى ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة، حيث سبق وأن تم إجلاء عاملين ضمن بعثة الصليب الأحمر ومنظمات أممية أخرى في الأسابيع القليلة الماضية. هذه التطورات جاءت بعد إجلاء البعثة الروسية من العاصمة وانتقالها للرياض، وهو الأمر الذي يقلل من احتمالية الحل السياسي بحسب مراقبين، ويعيد الأنظار من جديد صوب خيار التصعيد العسكري. نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إن نقل الموظفين الأمميين من العاصمة عملية مؤقتة، وأشار إلى أن سلطات جيبوتي تحققت من عملية النقل بشكل مستقل. السؤال الأهم الذي يطرح اليوم يتعلق بما هو مصير سكان العاصمة بعد رحيل العديد من العاملين في المجال الإنساني، وكيف سيصبح وضع السكان في الأيام المقبلة بعد أن باتت العاصمة أشبه ببؤرة حرب يحاول الجميع الهروب من لهيبها.